أمر غير عادي في حياتنا الحالية. الأخبار التي بلغتنا من مصادر موثوقة أنه أصيب بوعكة صحية. اعتبرنا في الأول أن المسألة شخصية ولا دخل لنا فيها، ويجب ألا نتناولها في مستوى العام، في مستوى العموم. لكن طالت المدة والآن أصبحت موضوع حديث الناس، والغموض عمل يقوى، بل أن وزير الصحة زاد على الغموض غموض حينما رفض الجواب للصحفيين وأدار ظهره وغادر، يعني أنه لم ينفي ولم يؤكد، فازداد الأمر غموض. نحن نقول أننا نتمنى الشفاء لكل الناس، وليس لنا أي بعد شخصي أو لا إنساني في الصراع بيننا وبين السيد قيس سعيد. عندنا صراع سياسي رهانه هو الشرعية الدستورية وعودة الديمقراطية، وهذا الصراع يتأثر بوضعيته لأنه اغتصب كل السلطات بيده وأصبح الفاتق الناطق في هذه البلاد. فإذا ما اعتاره عجز، اعتراه عجز، سواء هذا العجز وقتي أو دائم، فله تأثير مباشر على استقرار البلاد. ومن حقنا كالتوانسة كلنا كقوى سياسية أن نعلم ما هو الوضع، فإن كان عجز وقتي فيجب أن تدير شؤون البلاد السيدة بودن، باعتبار أن الدستور الشرعي نتاع 2014 كالدستور النسخ يعطيها الحق في إدارة الشأن الوطني بشكل مؤقت. وإذا كان عجز دائم فالمسألة خطيرة جدا، لأنه فما فراغ دستوري كبير في الدستور السابق، هو رئيس البرلمان بعد استشارة المحكمة الدستورية، ومع كل أسف المحكمة الدستورية لم تر النور، وفي نفس الوقت البرلمان معلق منذ 25 جويلية 21. الدستور الجديد الذي لا نعترف به يقول بأنه في صورة الشغور الدائم فيتولى رئيس المحكمة الدستورية قيادة المرحلة الانتقالية. مع كل أسف هذه المحكمة الدستورية غير موجودة، وبالتالي هناك فراغ. من سيسد هذا الفراغ؟ من سيقرر كيفية سد هذا الفراغ؟ هذا الأمر لا يعود إلى طرف تونسي دون بقية الأطراف مهما كان، مهما كان. ونحن كجزء ومكون من الحراك السياسي لن نعترف بأي قرار يسقط علينا ويفرض علينا حل. هذا مصيرنا نحن الذي نقرره نحن التونسيون، ولذلك نحن نطالب في صورة إذا ما كان الأمر يدل على عجز دائم أن تطلق حينا مشاورات بين المكونات السياسية والمدنية المختلفة دون إقصاء للاتفاق على مخرج يؤمن لتونس الاستقرار والإنقاذ من هذه الأزمة. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية بينها بغاية الوضوح، فسرنا لكم ما هو وضع السجين السياسي في القانون وفي الممارسة التونسية، ما هي وضعية إخواننا المساجين الآن، وكيف أننا في اعتصام التضامن مع المساجين لن نرفعه حتى تؤمن للمعتقلين شروط السجين السياسي في انتظار أن يقع إطلاق سراحهم، وهو المطلب الأول لهذا الاعتصام، أن يخرج ناطق باسم المحكمة التي تتولى هذا تتعهد هذا الملف وتجاهرنا. شنية الجريمة؟ شنية العنصر المادي اللي قام به سي عصام ولا سي خيام ولا سي غازي الشواشي واللي تتشكل منه جريمة تتأمر على أمن الدولة؟ إذا ما فماش سامحني، سيبوا الناس، اطلقوا سراح الناس، حتى لو كان جاو قر ما عندكمش الحق باش تغزوه. فبالتالي هذا هو المطلب الثاني لاعتصامنا ونحن مستمرين عليه. تحرك يوم 9 ابريل. تحرك يوم 9 ابريل على عادة الجبهة اللي نظمت أكثر من 25 مظاهرة الآن، هي ومجموعة مواطنون
ضد الانقلاب والجبهة هي امتداد لها، نظمت حوالي 25 مظاهرة، وسنستمر في حشد الناس في الشارع في العاصمة وفي الجهات من أجل بناء قوة التغيير، قوة استرجاع الديمقراطية واسترجاع الشرعية وفتح طريق للإصلاح وللإنقاذ. فبالتالي هذه المظاهرة هو التجمع السياسي، لأن شروط الصيام تفرض علينا باش ناخذ بعين الاعتبار الضغوطات اللي مثلها بالنسبة للمتظاهرين. سيكون تجمع سياسي ضخم في شارع بورقيبة أمام المسرح البلدي يوم 9 أبريل على الساعة 10 الصباح. شكرا جزيلا لكم.